برينسيبالي موجودين في دار بلاج ريستوران دار بلاج هذه سفيرس المدينه العربي احنا في البركون تاع الريستو ما شنو هذا حاج؟ دار بلاش هذا اللي هو هذا جامع ولا جامع الكبير معنا الحاج صاحب المطعم السلام مرحبا عرفنا بروحهم منعم بلاش سي منعم بلاش المطعم هذا من وقتاش سي منعم؟ هذا عنده حوالي ثلاث سنوات ثلاث سنين اي ثلاث علاش اخترت المدينه العربي هذول المدينه العربي والاختصاص اللي خديته في الريستو معناها الاطباق اللي تخدمها في الريستو شنو هو شعبي معناها تقليدي سمني زمني سفيقس اي تنجم تسمي لنا مثلا شنو تقدموه البرغل بالخضره التيش بالخضره المحمصه بالخضره الشوكه بالخضره ملفوف بالحوت توش كي معنا سفاكسيون نحسوا اللي الريستو موجود في البنيه تقليديه قديمه شويه تقليديه عندها 120 سنه هذه ملك خاص ولا ملك خاص هذه كانت ال طار السطاه ولادي العشاء الله يرحمه اي غيرتها وجددتها اكستنسيون هذه عملت لها عندي عامين كل توتي رينوفي معناها الكل تعود الكل طول التوقيت نتاعكم توقيت العمل نتاعكم العمل من نص النهار لثلاثة نص النهار لأربعة لخمسة لأربعة لخمسة أنا حد فطور 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 العشاء لا 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 علاش تم مشكل في سفيرتس في العشاء سفيرتس ما زالت البلاد العربي ما في الليل ما تلقاش وين تتعشى البلاد العربي هذه قاعدين نحفظوا احنا اللي ما زالوا احنا هذه عملناها جيس باش نوقفوا اللي ما زالوا خاطر البلاد العربي عندنا مش كيما الخيروان مش كيما تونس فمشت ضاعت ولهذا احنا الصغيرات نتاع تو المستقبل ماذا بينا باش يستحوذوا عليها خاطر القلعه هذه قلعه وعندكم مثلا وزاره السياحه مهتمه مثلا بالريستورون كيف هكا موجودين في المدينه العربيه؟ تهتم فما شويه فما اهتمام فما اهتمام فما روح قاعده ترجع في روح جديده قاعده نهضه ان شاء الله ربي يوفق كيف نقول لكم اليوم موجودين في مطعم دار بلاج تشوف الطاولة تبارك الله خمسة وخميس كرم كبير برشا من الصفاقسية وموجودين بطبيعة الحال في دار زمنية حق ومعانا الشيف مدام لطيفة بن عمر حرم بلاج وتعرفوا اللي كي تسمعوا بلاج دونك صاحب المطعم بلاج والحرم نتاعو موجود معنا اللي هي الشيف اللي تقف على الكوجينه باش تقدم الكليونات الماكله وتكون حريصه على نوعيه الماكله مش نبدو بالماكله الصفاقسيه الاولانيه اللي هي تتقدم فيها ولا الماكله اللي هو طبيخه العدس هذه طبيخه العدس اها طبيخه العدس كيفاش؟ طبيخه العدس نحسن العدس نجمره شويه نطيبه بشويه معناها يعني
شنو الفرق على طرق؟ كمون، كمون، فلفل احمر، طماطم، ملح وثوم وزيت. ما في شيء، في لا لحم لا حوت، لا لا حد شيء، في قطع دسو. باهي انا يتعال كليون، يتعطى الكليون في يوم مع بريكا مع يعطيك الصحه. لاحظت انا كذلك ثم سلطه، شنو السلطه هذه؟ سلطه تونسيه، سلطه مشويه وتسطيره. تسطيره تقول المكونات نتاعها هذاك يخرج مثلا مع السوق. دجاج مشوي، كتلات علوش. باهي، وهذه شنو بريكا؟ بريكا. بريكا هذه كيفاش؟ هذه بريكا تن، تن وعظمه، والا شفرات. شفرات. بريكا شفرات، يعطيك الصحة. بجنب البريكا. مقرونة بالخضرة. مقرونة بالخضرة. إي. هذه سفاقسية. سفاقسية، عدس وحمص وفول وخضرة. من باللحم ولا من غير اللحم؟ لا لا، مقرونة بالخضرة. مقرونة بالخضرة. صحيح. معناها اللحم أنا كذلك لازم ما تبقاش. اللي ما يحبش اللحم مش يلقى العدس من غير اللحم ويلقى المقرونة. مقرونة صحيح. من غير اللحم. يعني بالنسبة للميني بتاعنا هذايا اليوم، أما كل يومة والميني يعطي الصحة بطبيعة، كل يومة والجديد. تعادوا البلا برنسيبال هذي شنو؟ هذاك ملفوس. ملفوس بالحوت. ايه؟ يعطيك الصحة. هاكا عندنا اللي يحبوها بنداس البني، يحبوا بالمشوي، وراتا، قراض، كل شيء كل شيء. كرشو. كيفاش يتيب ملفوس؟ يتيب كيف كسكسي بالضبط ولا عنده طريقة؟ أكثر من كسكسي، يفور بالباهي يعطيك الصحة، يفور ياخذ يعني كي تبلو ياخو غرضه يعطيك الصحة، وبعد يتفور بالباهي كيف كيف تحبلو ساعة تفويه، يتسقى بالباهي، يعني حتى كي ياكل المواطن ما يقلقوش. يتيب بالحمل علوش ولا؟ نجم نطيبوه بالعلوشي يصير بني. الخضره ما بيهزش خضره. ملسوس يجي بالحمل علوش، يجي بالحوت المشوي ولا الطايب، ويجي بالملسوس بالراس. بالراس. الخضره ما نحطوش خضره مثلا لفت في النار. نو نو نو، بطاطا وقرع بالنسبه احنا في سفاقسي. يعطيك الصحه. والفلفل ثاني مش فلفل مقلي، هذاك فلفل تقليه. يعطيك الصحه. باهي، جنب الملسوس نواصل الدجاج. نواصل الدجاج. النواصر بطبيعة الحال نفس الطريقة اللي تبيها النواصر في تونس العاصمة وبنزرت. هي يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، يتفور النواصل وتسقيه بشوية بشوية، تعمل له الصوص نتاعو. فيها جلبانة. فيه نزينها بالحمص، جلبانة، حمص، جلبانة، سفنيرية، بطاطا، نعمل زيت اللفتة كنزين شوية، قرين فلفل مقلي، ونجمرها في الفور. وبعد به نتعدوا للبلا الأخراني اللي هو الملوخية. الملوخية شنو هي؟ الملوخيه نطيبها قبل بالنهار. تطيب بالقدر، تاخذ معناها على النار فيوز، حتى ساعات على الكانون نتاع الفحم تبات غادي حتى للصباح، وغدوه الصباح يعني فهمت نعمل نرجعها على الغاز، نفوحها للحمها ونخليها تطيب ساعتين ثلاثه باش تجي بنينه. شنو اللحم اللي طيبوا به هذا؟ علوش، اللي ما طيبت بالعلوش. يعني لا لا، طيب ديما بالعلوش ولا بقري؟ طيب حتى بالبقري. يعطيك الصحه، طيب لك رشه حتى شيء. لو كان نسلك على الاسوام نتاع لي منيو نتاعك لي بلا لي موجودين لهنا، مثلا نقولوا ملثوث معاه بالطبيعه لونتري سوب وسلاطه وكعب. الملثوث لا ما لا، الملثوث معاه الحوت المشوي ويمشي معاه هكا. أيه. سلطه مشويه، سلطه خضراء، الزيتون نتاعو، هريسه، يحب كعب بابريك يزيد، كان كله معناها. قديش؟ قديش يسموه بابريك؟ الملثوث بالحوت. 15 ديما. نواصل كيف كيف محسوب قريب ولا بعاد على الاسوام ولا تختلف؟ لا لا لا، نواصل ب 8000. 8000. والعلوش ب 15. وبالعلوش ب 15. والملوخيه؟ ب 15. ب 15 حم علوش. كعب البريك بتبيع 2000 فرنك. شفرات 3500. شفرات 3500. دونك هذا المقوله اسوام. لا اسوام معقوله بينما في ريستو بالطريقه هذه وبالكيفيه هذه بالمنطقة اللي موجود فيها يعطيك الصحه، تعتبر اسوام معقوله. يعطيك الصحه. دونك اللي يحب يجي للمطعم دار بلاج عليه بصفاقس المدينه، المدينه العربي وين الجامع الكبير، نهج ابن سينا. نهج ابن سينا صحيتك. اي نهج ابن سينا. نهج ابن سينا عندكم صفحه على الفيسبوك؟ وين الصفحه على الفيسبوك؟ دونك يدخل الفيسبوك دار بلاج، دونك تلقوا لي كوردوني الكل وتلقوا لي منيو اللي يعطوا تقريبا كل يوم. احنا تونيزيان ستريت فود نشكرهم شكرا جزيلا على الاستقبال نتاعهم. اذا كان عجبكم الفيديو جيم اي بارتاج، اذا كان عجبتكم خدمتنا اشتركوا في القناة، واذا كان عندكم تدخلوا للريستو بلاج نجم على الشان نتاعنا والا على صفحة الفيسبوك نتاعهم. شكرا جزيلا، الى لقاء قريب ان شاء الله. يعطيك الصحة. باي باي. يعطيك الصحة.
صباح الخير.